أهلا وسهلا فيكم أصدقائي في حلقة جديدة في يوم جديد، في إشارة جديدة، في قصص جديدة. واللي مش يشترك في القناة يشترك في القناة يا أخوان، فعل الجرس ولا تنسونا من اللايكات، وجماعة الديسلايك يطلعوا برا. أهلا وسهلا فيكم. تمام، اليوم عندنا شغل يا أخوان، ماشي، مشغول وخالص. يعني بدنا نحكي عن القبر الصخري، القبر الصخري أو القبر الحجري، تمام. لكن حظه المقبور فيه حظه مش كويس، تمام. يعني لما انقبر كانوا باقيين داعيين عليه، مش يعني داعيين عليه بدل ما هم داعيين له، كويس. الحجر نفسه اللي كان عليه القبر نفسه نزل هفت فيه، يعني تمام، احنا بنحكيها هفت فيه، ماشي. وجود مثلا ما كان عندهم، مش مشتغلينه بالطريقة الصحيحة، مش مشتغلينه بالطريقة الصحيحة، ماشي، أو مش مثبت بالطريقة الصحيحة، أو طينة الحكمة كانت مش مشغولة بالطريقة الصحيحة، حفد فيه، تمام. حظه زبالة الزلمة، يعني حظ زي هيك ما توقعش يكون عند بني آدم محترم، صح؟ نيته مش صافية. نيته مش صافية، أيوة، تمام. فعندي القبر الصخري، هذا هو، هي حدود القبر الصخري، تمام. لكن وقع فيه، شو ثبات انه وقع فيه؟ ليش احنا بنحكي وقع فيه؟ معلش يسامحنا، والله شكلها راح تحفت فيه انا كمان، تمام؟ يسامحنا عاد نقعد فوقيه، ماشي؟ ليش هسا هاي علامة، هاي علامة التنفيسة، يعني هون كان في عندي علامة التنفيسة اللي موجودة، ماشي؟ الآن الصخرة نفسها لما كانت ثابتة بالطريقة هاي، لما كانت ثابتة في هاي وكان فيهم حز بس صغير، الصخرة نفسها وقعت لتحت، شايفينها كيف؟ يعني هفتت معه، نزلت في الفراغ اللي هم كانوا حافرين له إياه. طيب الدلالة الثانية إنه هذا وجود كان قبر صخري، تمام؟ إنه لما انكسرت كانوا عاملينها هون تسكيرة، تمام؟ يعني هاي التسكيرة تبعتها كانوا عاملينها هون. الدلالة الثالثة إنه هيها، ها شايفين قديش المفك بدخل؟ هاي القشرة تبعت الصخرة، شايفينها قديش؟ هاي القشرة تبعت الصخرة. الفراغ اللي كان مدفون فيه المتوفي هون، الفراغ اللي كان مدفون فيه داخل، اذا لسه الصخره داخله لجوه، يعني اذا حفرت لسه الصخره ده داخله لجوه، تمام. والله اعلم اذا كان عنده هذا البني ادم، اذا كان عنده خلينا نحكي مقتنيات، تمام، فصار اسهل انه الواحد يحفر المنطقه هاي ويطلع القصص اللي كانت معه، تمام. هذا هفت فيه يا حرام مسكين، ليش؟ هاي تلاحظ هاي كيف الرسم؟ هاي دقيقة، خلي في الزيت، هاي دلالة وجود القبر الصخري. شوفوا قديش الحفة تبعتها، هايها تمام، هاي الحفة تبعتها وداخل دخولا، يعني خلاص مرتبة، هيها مرتبة، ها لسه بتدخل كمان، يعني إذا بدكم تدخل كمان بتدخل كمان، وهي راح تكون تجويف، يعني راح يصير معانا تجويف للصخرة اللي هو المكان اللي كان محطوط فيه هذا البني آدم، تمام. راح يكون في تجويف، الصخرة نفسها مزبطة على أساس إنها إيش، قبر صخري، لكن هافت فيه، نازل لجوه. استرعى انتباهنا يا أخوان، استرعى انتباهنا، تمام، إنه بتقدر تعرف إنه وجود مغارة، تمام. يعني هاي القبر الصخري هون، لكن في مغارة ثانية موجودة في المكان وعليها تشكيل بسيط، تمام. عندي هاي المغارة، هاي المغارة كاملة وتشكيل القبور اللي موجودة في آخر المغارة، تمام. يعني تشكيل القبور اثنين موجودات في آخر المغارة بالاتجاه هذا، تمام، بالاتجاه اللي هيك. ليش احنا بنحكي بالاتجاه هيك؟ لأنه بوابته بهذا المكان، يعني بالاتجاه اللي هون عند، يعني هاي البوابة هون نازلة، أتوقع إنها، يعني توقعات لسه، أتوقع إنها بعد هاي الصخرة تكون في بوابة ونزولا للمغارة اللي موجودة. طيب شو استرعى انتباهنا كمان في هاي الصخرة؟ وجود إشي زي الران يا إخوان. عندي هاي الإشارة،
أو هذا التحدب اللي جينا حكينا عنه في كل مرة بنحكي عنه، هذا التحدب الآن جرن اللي عليه مع بصمة التثبيت، يعني عند الجرن مشكلة الظل مش مبينه، تمام. عندي هون الجرن مع بصمة التثبيت، يعني عندي بصمة التثبيت هنا وجاهزة مع التحدب اللي حجينا حكينا عنه اللي هو التحدب الصخرة. ليش اجى تحدب الصخرة؟ لانه لما وضعوا الران كانت صخرة عادية، لكن مع الشمس ومع البرودة مع الهواء مع السخونة مع البرودة تحدبت. ليش؟ لانه الهواء اللي جوا انضغط، ماشي. يا اما بتتحدب لبرا يا اما بتتحدب لجوا، لكن هاي تحدبها لبرا بيكون، تمام. فبصير عندنا الشكل محدب هذا، تمام. الان انه هذا ران او مش ران، تمام، نجيب الشاكوش، انه هذا ران او مش ران، ماشي. طبعا هاي الحز تبعه، الله العليم، هاي الحز تبعه هون، شايفينه هاي الحز منه، هاي شفته، هاي هيك هيك ما اخوض مع شو اسمه، تمام. انه هاد معمول بالايد يا اخوان، يعني بتقدر تحكوا انه انعجن في الايد. ليش؟ وجود حتى وجود يعني ايديهم، مناطق ايديهم موجوده، يعني هيها، تمام، انعجن في الايد طينه، تمام. احنا بلشنا فيها هون، تمام. هاي التراب، شايفينه هذا التراب، العجينه تبعته مش الصخره، هاي هذا مش صخر يا اخوان، هذا التراب لما بنعجن طلع، التراب هذا اللي هو برادة الصخرة لما بتنعجن وبتتسكر تسكير، تمام، وبنضغط عليها بتكون الشكل بعد مثلا خلينا نحكي بعد 100 سنة 200 سنة نفس الصخرة الخارجية صارت الصخرة الداخلية. عشان هيك بيعملوا اللي هو القبر الصخري، بيكون نفس الشكل نفس اللون، تمام، بصير نفس اللون. ليش؟ لأنه مستخدموا نفس البرادة تبعت الصخرة، تمام. هيو تراب مش صخر، شايفينه هذا شو المفروض انه يكون جواته؟ مفروض انه لما بيتكسر ممكن تكون مقتنيات شخصية تبعت المقبور هناك، يعني تمام. هذا لما بيتكسر كامل وبنخلص، يعني خلص بيطلع جوا زي الفطبول زي الطابة، تمام، بكون كله هذا قشر، ماشي، يعني طبقة قشر بجوز 20 سنتي، لكن في النهاية بيطلع جوا زي الحجر المدور مثل الطابة. خلينا نحكي الطابة هاي بتكون صخرية بطريقة مش طبيعية، ما بزبط فيها غير تقصها بالمقص الحجر، في مقص الحجر هذا اللي له صاروخ، تمام، غير تقصها بالصاروخ عشان تقدر تفتحها، تولع فيها نار، تولع فيها مش عارف ايش، ما بزبط، عرفت كيف؟ بس لازم العشرة سنتي هذول يخلصوا. الآن هذا الحد تبع الران موجود هون، تثبيت ممكن انه يكون تثبيت للتنفيسه موجوده هون، هيها شايفين قديش دخل المفك، ترى بدي شيء معلق المفك، ايوه شايفين قديش دخل المفك، ممكن تكون التنفيسه هاي هي، ماشي. التنفيس شو يعني؟ يعني ادخل هواء على الهواء المضغوط اللي جوا، ادخل هواء عليه، بصير في عندي تخلخل شويه، بصير في اسهل للتكسير، يعني اسهل اني انا اكسر الران هذا اللي موجود، تمام. هذا الران بكون تابع للمقبور هذا اللي هون، لانه موجود على نفس الصخره، بده يكون تابع له الحزين هذا اللي هون اللي هافت فيه القبر الصخري، تمام. هذا هافت فيه القبر الصخري ملتعن ابو الجاب ابو اللي نفضه تمام مسكين هذا، والله حزين، والله حزني غضيب والله شايفين كيف هاي القشره 10 سنتي تقريبا، والله داخل لجوا، هي تحدب كامل داخل لجوا، هاي لازم تنحفر منها، هاي سهل كثير، يعني مش صعبه، بدك نخل تشيل وتحفر هذا التراب تطلعه،
عشان اذا كان في معاه مقتنيات الزلمه نقول له عليه نقول له روح عليك، وبده اياها للحياه الاخرى، الحياه ما بعد الموت، لكن احنا بنبلغه انه فيش حياه بعد الموت، بنطلع الزكاه عنه نذبح. تمام، شكرا للجميع للمتابعه، اهلا وسهلا فيكم، شكرا للمش مشترك في القناه اشترك في القناه، اهلا وسهلا فيه، واهلا وسهلا فيكم جميعا.